أدركت هذه الوجوه اليانعة النور ببصيرتها، ولم تترك لليأس من سبيل يقعدها عن الأهداف النبيلة والعمل الدؤوب، لأن فقدان البصر لا يعني فقدان القدرة على الإبداع. ولعل الشاب كان متحدثا بلسان حالهم حينما قال: النور في قلبي وبين جوانحي، فعلام أخشى السير في الظلماء، إني أنا الناي الذي لا تنتهي أنغامه ما دام في الأحياء. استلمنا بعض الكتب، إن شاء الله نستلم الباقي، وإن شاء الله نكمل الثانوي والإعدادي ونخش الجامعة، إن شاء الله طموحي بدنا نكون دكتور، إن شاء الله ربي يوفقني، إن شاء الله يوفق الجميع. ونبو آلات، شو عندنا نقص في الآلات بس، نبو نتعلموا شوية اختصارات بس، والمدرستنا الحمد لله وزميلات الحمد لله وجونا طلاب جدد بسم الله ما شاء الله. هذه الثلة الطامحة من شباب المستقبل تبرز مثالاً للإرادة وعلو الهمة، ففي هذا الصرح العلمي جمعية النور للمكفوفين التي تأسست في عام 1962 للميلاد وتهدف لرعاية هذه الفئة ثقافياً وتأهيلها فنياً ومهنياً والرفع من قدراتها الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والمعرفية. بين أروقة هذه المدرسة يتلقى الطلاب دروسهم اليومية ويتسلحون بالعلم في ضروب المعرفة المختلفة. تتجلى قدرة هذا الفتى وأقراره على القراءة باللمس، فمنذ أن اخترع الفرنسي لويس بريل طريقة بريل للكتابة البارزة في عام 1839 ميلادي، أضحى بمقدور المكفوفين القراءة عن طريق حاسة اللمس. وتمر صناعة الكتاب ذي الخصوصية العالية بمراحل مختلفة، من طباعة المناهج بالعربية ومن ثم طباعتها بلغة بريل وسحبها على الورق وتغليفها بعد التصحيح والتدقيق في كل مرحلة. هذه العمليات التي تستخدم فيها آلات وأجهزة خاصة تحتاج للتحديث والصيانة المستمرة، الأمر الذي تفقده هذه الوحدة. فهذه الآلة التي انتهى عمرها الافتراضي منذ أكثر من 50 عاماً شاهدة على ذلك. تضم الجمعية بين أقسامها قسماً داخلياً للأطفال وللبنات وآخر للبنين الذين يأتون من مناطق مختلفة من البلاد، كما يعمل مكتب الخدمات الاجتماعية على دعم الطلاب وحل مشكلاتهم. مرت المؤسسة بضائقة مالية، اشتغلت الجمعية العمومية ومجلس إدارة تنسيق ما بينهم في حلحلة ملف الرهن، فاتجهنا للمصرف والتقينا بالمسؤولين، وأخيرا جزاهم الله خير، يعني كانوا متفاهمين ودللوا معانا الملف هذا بقدر المستطاع، بحيث أن تم الاتفاق على دفع أصل الدين. تذكروا دائما هذه النعمة واذكروا قوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فتحية للمهتمين ومن يزرع في طريق المكفوفين دروبا من نور.